السلام عليكم. اليوم نعرفكم بهذه الإقامة الرائعة التي تقع في حي سيدي يحيى بالقرب من بيت مراد رايس، إذن واللي تتميز باستعمال مواد بناء رفيعة النوعية، وكذلك تصميم يعني رائع. يعني هذا هو التغليف ثلاثي الأبعاد الذي بدأت يستعمله بعض المرقيين العقاريين في الجزائر، واللي هو آخر ما تم تصميمه من أغلفة خارجية بأبعاد ثلاثية. شيء جميل. أترككم تتابعون. السلام عليكم.